مشاهدينا الأعزاء، نرحب فيكم مرة ثانية، ومثل ما وعدتكم قبل شوي إن اليوم ضيفنا إن شاء الله مميز، واللقاء كذلك باسمكم وباسم فريق عمل برنامج سدرة. نرحب بضيفنا العزيز وكيل وزارة المواصلات المهندس حميد القطان. أهلا وسهلا فيك، ويا هلا ومرحبا، مشرفنا ومنورنا بتلفزيون دولة الكويت وبرنامج سدرة. الشرف لنا الحقيقة باللقاءات هذه اللي تعتبر لقاءات ليست بعيدة عن تلفزيون الكويت والقناة الفضائية. حقيقة أنا سعيد جدا في تواجدنا معكم، ونتمنى إن شاء الله يكون خفيفين على المشاهد الكريم. حياك الله وأهلا وسهلا، وإحنا أسعد للأمانة، وشكرا لك على قبول الدعوة اليوم والحضور. طبعا قبل لا ندخل بالدسم مثل ما يقولون وبالأمور والأسئلة الكثيرة اللي المواطنين والمشاهدين والوافدين أيضا يعني باعثينها لنا عن طريق التواصل الاجتماعي، ولكن نبي ذكرياتك بسدرة. نعم. سدرة إن شاء الله الكل تحت ظل هذه السدرة. نعم. نعيش بأمن واستقرار بظل حضرة صاحب السمو صباح الأحمد الجابر الصباح، وكذلك ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وجميع شعب الكويت حقيقة. نعم. ظل هذه السدرة وذكرياتنا مع سدرة الكويت، خلينا نسميها. نعم. حقيقة بالسابق ما في بيت يخلو من السدرة. صحيح. كنا نظلل تحتها، تحت ظلالها. كنا ناكل من ثمرها في شهر ثلاثة. نعم. من كل عام. وما زلنا ترى يعني ما زلنا احنا ببيت الاهل. نعم. موجوده سدره خارج المنزل، ولكن بالسابق كان اتذكر لنا ذكريات مع سدره داخل. صحيح. محيط سور البيت، وبالزوايا تكون هناك، يجب ان تكون سدره في كل بيت. صحيح. ولنا كذلك ذكريات يعني حتى الكشتات طلعات البر نسميهم، او الكشته اللي كانت. الحين نروح مسافات بعيده، كنا نذهب الى مسافات قصيره جدا يعني. يعني اقول يمكن حدود 300 متر وتحت ظل هذه السدره. يمكن حتى كنا واحنا صغار نطبخ اللي هو محروق صبعه، ونتقدم الوقت ونرجع بوقت، وكنا نروح حتى بقواري بعد يعني. نعم. فلله الحمد يعني ذكريات طيبه كانت تحت. نعم. ظل هذه السدره الحقيقه. حتى الاسم يعني اسم رنان، و الماضي يعني ريحه. جميل. الماضي ما زالت. نعم. موجوده من ضمن الاسم. واحنا طبعا واجبنا دائما ان نجمل ايضا الحاضر اكيد. سعادة الوكيل حميد القطان، راح نطلع تقرير عن وزارة المواصلات، وبعدها إن شاء الله نبتدي مشوار حلقة اليوم. تابعونا. إن شاء الله. إن التطور الهائل الذي يحدث في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والبريد والهاتف في دولة الكويت، والذي يهدف إلى تدعيم وتطوير أعمال وخدمات وزارة المواصلات، وذلك لخدمة الشعب الكويتي ودفع عجلة التقدم، حتى أصبحت الخدمات المقدمة من وزارة المواصلات ضمن المعايير الأساسية في قياس المستوى الحضاري في بلادنا. ويتكون الهيكل التنظيمي في وزارة المواصلات في دولة الكويت من عدد 9 قطاعات رئيسية، منها قطاع التخطيط، وقطاع خدمات المشتركين، وقطاع نظم المعلومات، وقطاع النقل، وقطاع البريد وغيرهم. كما حرصت وزارة المواصلات على توفير عدة مقاسم منتشرة في معظم مناطق الكويت، من شأنها رفع كفاءة الخدمات وتسخير وتعزيز كل الإمكانيات والطاقات لخدمة المواطن. كما تتيح الوزارة العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال موقع خاص بالوزارة لتسهيل إنجاز المعاملات والاستفسارات، بالإضافة إلى تقديم بعض المعلومات الخاصة بالوزارة. جهود جبارة وآلية عمل مستمرة تسعى من خلالها وزارة المواصلات لتطوير العمل ومواكبة النمو التكنولوجي والتقني من خلال الخطط والمشاريع التي من شأنها مواكبة النمو العمراني في دولة الكويت.
مشاهدينا الأعزاء شفنا مع بعض التقرير، ونرجع مرة ثانية مع سعادة وكيل وزارة المواصلات المهندس حميد القطان. بالبداية سعادة الوكيل، نبي تكلمنا عن القطاعات اللي موجودة في وزارة المواصلات وظائفها. كهيكل تنظيمي حقيقة هناك 9 قطاعات مهمة جدا في وزارة المواصلات، مبنية على هيكلة معينة فيما يتعلق أعمال وزارة المواصلات، لتشمل كذلك يعني عدة قطاعات لها علاقة بالاتصالات مباشرة. منها على سبيل الذكر قطاع التخطيط، وقطاع المالية، وقطاع نظم معلومات، وقطاع الإدارية والشؤون القانونية، وقطاع خدمات مشتركين، وقطاع النقل، وقطاع الاتصالات، وقطاع الخدمات الدولية. وقطاع الاتصالات 9 قطاعات تقوم بواجبها تحت مسؤولية وكلاء مساعدين أكفاء. يقومون بعمل جبار جدا في تقديم خدمات للمشتركين بكل حسب موقع حقيقة. طيب بالنسبة لتوجهكم لموضوع الخصخصة، خصخصة القطاعات اللي موجودة بوزارة المواصلات والتابعة للوزارة، كلمنا عن مشروع الخصخصة وهميته. بداية فيما يتعلق الخصخصة، يمكن احنا في الوزارة من السباقين بهذا المجال. وقمنا في بدايات أو في سنوات سابقة جدا خصخصة قطاع الانترنت. اللي هو القطاع المهم جدا في الحاضر فيما يتعلق التواصل، فيما يتعلق استنباط المعلومة، فيما يتعلق التواصل ما بين أفراد المجتمع. حقيقة والتنظيم اللي تم كقطاع، كنا بالسابق نقدم خدمات الانترنت كوزارة، ولكن في فترات لاحقة ارتئينا أن يجب أن يكون القطاع الخاص يقوم بهذه المهام. لكون هذه خدمات مميزة وتحتاج إلى من يقوم بأعمالها من القطاع الخاص. من ناحية كأفكار يعني أن الخدمة مميزة تكون، وفي سهالة فيما يتعلق عملية المشاريع اللي هي تقوم بتنفيذ الأنظمة أو الأجهزة التي تقوم بهذا العمل. حقيقة بالنسبة للوزارات، وإن كنا في هناك بعض الملاحظات من ناحية الدورة المستندية لأي مشروع معين أو إنشاء شبكات، نحن نتأخر في كجهة حكومية، ولكن القطاع الخاص لهم اليد الطولة في هذا الموضوع، لهم كذلك السرعة في اتخاذ القرار، لهم الخبرات متوفرة، ولكن الخبرات متوفرة في كذلك في أبناء وزارة المواصلات وكثير من الوزارات. ولكن فيما يتعلق إعطاء فرصة للقطاع الخاص، فعلا كنا نجحنا في هذه الخطوات. وصار في هناك تنظيم لكثير من الشركات تقدم خدمات الإنترنت. شركات مزودي خدمات الإنترنت وشركات مقدمي خدمات الإنترنت. ولله الحمد هذا القطاع نظم على هذا الأساس كنوع من الخصخصة، ونجحنا بهذا الأمر. أما فيما يتعلق الأمور الثانية والمشاريع الأخرى، هناك يعني مستقبلا راح يكون في تخصيص بالنسبة للهاتف الثابت، خصخصة بالنسبة للخدمات الدولية. يعني هاي القرارات اتخذت كتوجيه إن على أساس يكون في خصخصة، ولكن التجهيز لهذا الخصخصة تحتاج إلى قوانين، مراسيم بقوانين، بحيث أن يكون في هناك مظلة قانونية لإنشاء شركات لتقوم في هذا العمل. على طبعا بعد إنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اللي هي راح تنظم عملية سوق الاتصالات أو قطاع الاتصالات بشكل عام إن شاء الله، ويقع على عاتقها حقيقة كثير من المهام الرئيسية اللي تنظم عملية الاتصالات وتقديم الخدمات بشكل عن طريق الشركات اللي تقدم هذه الخدمات، تكون أسهل يعني وأسرع أيضا للمواطنين. يعني طبعا من ناحية السهولة ومن
ناحية الكفاءة كذلك. نعم. يعني احنا ننظر دائما إلى تقديم خدمات بجودة عالية بسعر مناسب. نعم. متوفر للجميع. نعم. وهذا اللي حصل بالنسبة لخدمات الإنترنت يمكن. نعم. احنا راح نتطرق لهذا الموضوع فيما بعد يعني ان شاء الله. انا شوي الحين بنركز على قطاع النقل طبعا بشقيه البحري والبري، طبعا رؤيه صاحب السمو الله يحفظه ويطول بعمره بيجعل الكويت مركز اقتصادي عالمي واحنا نعيش تنميه اقتصاديه. فشنو خططكم المستقبليه، دراستكم على موضوع او توجهكم ايضا في تطوير هذا القطاع، قطاع النقل؟ نعم، طبعا في ما يتعلق قطاع النقل في هناك شقين من قطاع النقل البحري. نعم. والنقل البري. نعم. القطاعات هذه او قطاع النقل بشكل عام مختص في عمليه تنظيم هذه القطاعات. نعم. على سبيل المثال النقل البري فيما يتعلق البضائع ونقل الركاب وكذا كاختصاص. نعم. من ناحيه تنظيميه فقط وليس تنفيذ واداره. نعم. ولكن اي امور متعلقه او مخالفات تقوم بها الشركات المرخصه. نعم. هذا القطاع هو اللي يشرف على هذا الموضوع من ناحيه الاتفاقات اللي تتم بين دولة الكويت والدول المجاورة لنقل بضائع، نقل ركاب، يعني خاصة في هناك أمور جمركية، أمور صحيح. لها علاقة في النقل البري. نعم. الشق الثاني من موضوع قطاع النقل هو القطاع النقل البحري، وهو نعم. القطاع المهم كذلك اللي هو يتعلق بالمواطن اللي هو له علاقة بالصيد أو النزهة في البحر. ففي هذا القطاع هناك ترتيب معين للترخيص للسفن. نعم. ترخيص لكذلك القطع البحرية الصغيرة. نعم. أو السفن الصغيرة وكذلك لقوارب النزهة. نعم. اللي هو ممكن يكون في هناك يعني ترتيب معين لهذا الجزئية. نعم. من ناحية تبسيط الإجراءات، من ناحية تقديم خدمات بمراكز مختلفة. نعم. متعددة. بعد شوي بسألك عن هالسؤال. نعم، لأن وايد في يعني مشاهدين قالوا لي اطلبوا. نعم. إني أسألك على موضوع المراكز، ولكن بعد التقرير اللي عندنا تقرير سعادة الوكيل عن مشروع الألياف الضوئية، نطلع التقرير ونرجع نتواصل معاكم. في ظل سعي عدة جهات حكومية في دولة الكويت لتحقيق الرغبة السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا إقليميا ودوليا، حيث تسعى وزارة المواصلات في تحقيق هذه الرغبة السامية من خلال عدة مشاريع، منها تطوير المقاسم بالإضافة إلى إنشاء مقاسم جديدة ومتطورة والتي تعمل على نظام تقنية الألياف الضوئية. وكان أول تشغيل لهذا النظام في دولة الكويت في عام 2006 بالمناطق التابعة لجنوب السرة، وبالتحديد مقسم منطقة السلام، والذي كان أول مقسم يدخل ضمن الخدمة رسميا بعد أن كانت المقاسم تعمل بنظام ما يسمى بالمقاسم المحلية وأيضا المقاسم الدولية. أصبح النظام المعتمد الحديث في أغلب المقاسم الحديثة تعمل بنظام الألياف الضوئية، والتي تسعى الوزارة في تطوير هذا النظام وتعميمه على كل مقاسم الوزارة لمواكبة التكنولوجيا الحديثة. وأيضا استحدثت الوزارة مقسم خاص للإنترنت، وذلك للمساهمة لتقديم الأفضل وتسخير كل الطاقات والخدمات، وعمل نقلة نوعية في خدمات الاتصالات ونقل المعلومات وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة المواصلات. مشاهدينا الأعزاء، شفنا مع بعض هذا التقرير، ونرجع نتواصل ونستكمل طبعا حديثنا مع وكيل وزارة المواصلات المهندس حميد القطان. سعادة الوكيل، أكيد تنفيذ رغبة صاحب السمو واجب وطني على كل الكويتيين، طبعا انتم المسؤولين يعني عندكم مسؤوليه اكبر لتنفيذ يعني اوامر ورغبه صاحب السمو. شفنا مع بعض تقرير الالياف الضوئيه، لما نتكلم عن اهميه نظام الالياف الضوئيه وشنو الخطط المستقبليه طبعا لتطوير هذا النظام في وزاره المواصلات. نعم،
مشروع الألياف الضوئية كمشروع يعني وحاجة البلد لترتيب شبكات هاتفية وشبكات اتصالات. بدينا الحقيقة في 2006 بفكرة إيصال كوابل الألياف الضوئية إلى المنزل، بما يعني من مقاسم مباني المقاسم إلى بيت المشترك شبكة ألياف ضوئية أو شبكة كوابل ألياف ضوئية، بديل عن الشبكات الحالية السابقة اللي كانت كوابل نحاسية. طبعا ليش كوابل ألياف ضوئية وش الفرق ما بين النحاس؟ طبعا الكوابل النحاسية لها محدودية في عملية إيصال الإشارات الصوتية والإشارات الخاصة بالاتصالات إلى المشترك من ناحية المسافات ما بين مركز المقسم نفسه إلى بيت المشترك بحدود كيلوين 3 كيلوات تقريبا، فالمسافة محدودة. أما فيما يتعلق إذا كنا استخدمنا التقنيات الجديدة والحديثة اللي هي الألياف الضوئية راح يكون عندي مسافات يعني تختفي الحاجة لقياس هذه المسافة من ناحية فوق 15 إلى 20 كيلو، ممكن أنا أقضي المشترك بخدمات متطورة. طبعا شنو كان بالسابق؟ كان الشبكات النحاسية تقضي الهاتف وممكن نقل بيانات. بالسابق كنا نوصل الكوابل النحاسية لبعض الشركات والمؤسسات والوزارات الحكومية، ولكن في هناك محدودية لنقل هذه البيانات أو نقل حتى الصوت يعني. لما وضعنا الشبكات الجديدة الحقيقة بجهود جبارة كذلك من مهندسي الوزارة والمختصين بالموضوع وكذلك كثير من الشركات لوضع المواصفات الأساسية اللي هي أساسها المواصفات الدولية ومحتملة تكون من الاتحاد الدولي للاتصالات على أساس يتم تطبيقها بشكل خاص بالنسبة للمجتمع الكويتي أو بالنسبة للكويت. اللي حصل أن وضعنا هذه المواصفات للحصول على كفاءة في عملية الاتصالات أو نقاوة في كذلك الخدمة، وبالإضافة إلى نقل التلفزيوني يعني مستقبلا يمكن احنا بدأنا بعض التجارب في الشبكات الحالية الموجودة في جنوب السرة لنقل التلفزيوني، لأن راح يكون في هناك فيما يتعلق الخاصة كذلك شركات تقدم هذه الخدمات وليس الوزارة، ولكن احنا نقدم الشبكات التي توفر هذه الخدمات. تقوم الشركات المرخصة بتقديم هذه الخدمات منها اللي هي مثل ما قلت لك النقل التلفزيوني، مو النقل المباشر طبعا، في هناك اللي هو نسميه الاي بي تي في اللي هو البث البرامج المسجله او سواء المباشره ولكن تحت مظله وزاره الاعلام، لأن يعني هو تعاون مشترك بين وزاره المواصلات وايضا وزاره الاعلام بالتنظيم طبعا. ولكن اي شركه تقوم بتقديم طلب لتقديم هذه الخدمه يجب ان تكون مرخصه من وزاره الاعلام ومن وزاره المواصلات لتقديم هذه الخدمات، وهناك توجه لهذا الموضوع. كذلك بالنسبه لنقل البيانات اللي هو خدمات الانترنت راح تكون بسرعات عاليه جدا. حاليا البيانات ونقلها محدودة لقاية 2 ميجاهرتز ميجابتس بير سكند، ولكن في استخدام الألياف الضوئية راح يكون عندنا بحدود 70 ميجابت، فمعناته أنه راح يكون عندي سرعات عالية لإعطاء الفرصة للمشترك باستخدام الإنترنت وخدمات الإنترنت بشكل أوسع. راح يقوم يعني خل نوضحها بالنسبه لشبابنا كذلك يعني بالتواصل او نسمي الالعاب الالكترونيه بشكل مباشر راح يكون عنده وبسرعه في التاقلم وعمليه التفاعل مع الالعاب هذه. كذلك التجاره الالكترونيه يعني كثير من المواطنين المشتركين بداوا
بالسابق بالطلب عن طريق الانترنت. نعم. البضاعة توصلها البيت حتى البورصة اليوم. نعم. البورصة يعني العالمية أو بالكويت كلها عن طريق الانترنت. فالسرعة جدا مهمة في الموضوع. أكيد ما يحتاج. نعم. يعني لهذا السبب. نعم. إحنا طواعين لهالأمر بتوفير شبكات. نعم. طبعا مع التطور التكنولوجي بالعالم. أكيد. فإحنا نواكب العالم دولة الكويت يعني بوزارة المواصلات حقيقة وإحنا سباقين بهذا. نعم. الأمر ولكن تأخير إنجاز بعض المشاريع قاعد يعطينا فرصة لإعادة النظر وتقييم هذه الأمور لأن. نعم. المشروع الأول اللي نفذناه المرحلة الأولى. نعم. نفذناه في بداية 2006 وكان فعلا في نجاحات ولكن في هناك بعض الأمور اللي تحتاج لإعادة تقييم. نعم. اللي إن شاء الله قيمناها وطرحنا في مشروع. نعم. جديد المرحلة الثانية. نعم. اللي هو حاليا. نعم. تحت التنفيذ ولله الحمد إذا كان في مجال نتكلم عن المشروع هذا كذلك يعني. إن شاء الله بس أنا الحين بسألك عن المقسم اللي أنشأته وزارة المواصلات مقسم الإنترنت لتنظيم المكالمات الصادرة والواردة. نعم. يعني هل أهميته وهل حد من موضوع يعني بعض ضعاف النفوس سرقات المكالمات الدولية وغيرها؟ هذا المشروع طبعا مشروع نسميه بوابة الكويت الدولية. نعم. المشروع بكامله تم الحقيقه اخذ اجراءات لنقله الى هيئه الاتصالات وتقنيه المعلومات من جانب الاختصاص ولكن كبدايه المشروع وطرحه بالسوق والحصول على مقاول لتنفيذ هذا المشروع كان كله قامت فيه وزاره المواصلات لحين توقيع العقد وفعلا تم توقيع العقد للانجاز وتوريد الأجهزة وتركيبها. نعم. فبداية هذا الموضوع الفكرة الأساسية لعملية تحكم الاتصالات الدولية. نعم. بحيث أن يكون في هناك فعلا سرقات للمكالمات الدولية. نسعى للحد من هذا الشيء. نعم. وليس المنع بحيث أن يعني عملية المنع ترى صعبة جدا لأن الهاكينج موجود التقنيات. صحيح يعني هو الهاكينج موجود بالعالم كله والبرامج صحيح بس إن دوركم في الحد من هالأمر إن شاء الله هذا المقصد الحقيقة. هذا الهدف الحقيقي اللي راح يكون وكذلك يكون عندنا نوع من تنظيم حركة الاتصالات الدولية. نعم. حاليا عندنا الكوابل الدولية المتصلة في المقاسم الدولية للوزارة نحتاج أن يكون في مركز لتجميع. نعم. هذه الكوابل الدولية من الكوابل البحرية وكوابل برية. نعم. ومن ثم تكون كنوع من التحكم والرقابة. نعم. على هذه الاتصالات من ناحية أمنية ومن ناحية كذلك يعني. نعم. كفاءة من. نعم. ناحية القدرة على إيصال الاتصالات إلى المشتركين. طبعا بالنسبة يعني الكثير من الناس يتكلمون عن الكيبل البحري وأهمية الكيبل البحري وطبعا هو تحت مظلتكم يعني كوزارة المواصلات أهميتها مثل بالنسبة للنقل التلفزيوني الاتصالات الدولية خدمات الإنترنت وغيرها نبي نتكلم شوي عن الكيبل البحري. صحيح. هو طبعا المقصد ما هو بس الكيبل البحري. أكيد. هي منظومه كوابل نسميها فيها الكيبل البحري وكيبل البري. حقيقه احنا في الوزاره اتجهنا اتجاه ممتاز جدا من ناحيه توفير كوابل دوليه. جميل. لايصال الكويت للعالم والعالم. نعم. الى الكويت. نعم. منها كوابل دوليه بحريه تصل الكويت كيبل يختص في دول مجلس التعاون. نعم. فوق وفي كيبل كذلك الفالكون وفي كيبل جي بي اي. نعم. ثلاث كوابل بحرية وكيبل ريلاينس كذلك. نعم. في عندنا أربع كوابل بحرية حقيقة. نعم. تربط الكويت في العالم وتنقل كل خدمات الاتصالات والنقل التلفزيوني وما شابه ذلك. نعم. ونقل البيانات منها سواء الانترنت وباقات الانترنت. نعم. عن طريق هذه الكوابل. في كذلك الربط اللي يتم عن طريق الكوابل البرية باتجاه المملكة العربية السعودية. نعم. عندنا الحقيقة اتجاهين اتجاه الوصيب واتجاه السالمي. توفير هذا المنفذين يعطينا إمكانية بالمرونة والتحكم كذلك. نعم. بالاتصالات بحيث ما يكون
إذا كان في فقد في أحد الاتجاه يكون الاتجاه الثاني البديل نكون متوفر لتوصيل هذه الاتصالات إلى دولة الكويت. بنفس الفكر الاتصالات والكوابل الدولية البحرية عن طريق الكوابل البحرية، هناك مثل ما ذكرت 4 كوابل بحرية تغطي كثير من دول العالم وتصلنا بكثير من دول العالم. جميل. طبعا المخرج يقول ما عندنا الا دقيقتين، فانا بسألك عن إدارة المسح البحري اللي الكثير من المشاهدين كلموني عبر التواصل الاجتماعي وسألوا هالأسئلة خصوصا الحداقة. يعني عندهم وجهة نظر ان في يعني ما نبي نقول شكاوي لان احنا دائما نبحث عن الحلول وليس المشكلة، ان موقع الاداره ازدحام شديد، المكان يعيق يعني اليه التجديد، فشنو خطتكم للتطوير لحل هذه المشكله او حل هذه السلبيه؟ ان شاء الله هي خدماتنا حقيقه في الوزاره تقدم بطريقه تكون سلسه. صحيح. والاساس بهذا الامر ان نسهل على المواطن. ولكن في فترة من الوقت كان في هناك المبنى وموقع المبنى اللي هو قطاع النقل حقيقة كان موقع ما هو يعني في المكان الجيد بحيث أنه يكون في انتقال للمشتركين لهذه الإدارة وكذلك سحب القارب أو قارب النزهة أو إلى المكان بحيث أنه يكون في هناك خدمات تفتيش ومس على القارب، لأن في دفتر التسجيل سنوي والفحص هذا يتم بالطريقة عن طريق المساحين. بالسابق كانت تتم هذه الطريقة، حداق أو صاحب القارب يسحب القارب إلى المكان الضيق المكان المزدحم. صحيح. لا يجد مكان. في صعوبة فعلا. ولكن احنا عالجنا هذا الأمر. شلون المبنى أخلينا وانتقلنا إلى مبنى جديد اللي هو مبنى مؤسسة الموانئ. لا الحمد تم الاتفاق معهم بتأجير 3 طوابق. هذا يعطي فرصة لموظفين المتواجدين في قطاع النقل وخاصة في إدارة البحرية للتعامل مع المشتركين بسلاسة ومكان مناسب وبيئة عمل جيدة. جميل. جدا. هذا من ناحية. كذلك بالنسبة لعملية الفحص والتفتيش على القارب تتم عن طريق مراكز حاليا وليس بالضرورة يكون في هناك داعي لسحب القارب إلى مكان الإدارة. جميل. لعملية الفحص هذه. جميل. في عندنا مراكز متواجدة في شاطئ الوطية، في سوق شرق، في كذلك الشعب. جميل. في الفحيحين. فالمراكز هاي تقوم بعملية الفحص سهلة. والقارب في موجود في المسنة أو موجود على مثلا مكان النادي نفسه. سعادة وكيل وزارة المواصلات المهندس حميد القطان، طبعا وصلنا لختام حلقة اليوم، شكرا لحضورك، شكرا لقبولك الدعوة، نتمنى لك المزيد من النجاح والتقدم طبعا في خدمة الكويت وأبناء الكويت. شرفتنا ونورتنا في برنامج سدرة. الله يسلمك، وهذا ما في شك ان احنا جاهزين في اي وقت وبخدمة الوطن. وطبعا لا ننسى تحت معالي وزيرنا كذلك عيسى الكندري وتعليماته المباشرة واهتمامه حقيقة في هذا المرفق كمرفق مختص في عملية التعامل بخدمات المباشرة للمواطنين وتهم الاتصالات نحتاجها في كل يوم ونحتاجها في كل دقيقة وأصبحت يعني كلمة نحتاجها للحياة والتواصل مع المجتمع. حياك الله ويا هلا ومرحبا فيك. أهلا وسهلا مشاهدينا الأعزاء، وصلنا معاكم لختام حلقتنا اليوم من برنامج سدرة. ترقبونا الأسبوع المقبل، ضيف جديد، مسؤول جديد إن شاء الله. طبعا هدفنا وغايتنا خدمتكم والإجابة على جميع أسئلتكم وحل السلبيات إن كانت موجودة. مع السلامة.